السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساءكم وتقبل الله طاعتكم. الكويت منطقة الري سوق الفقع. هذا سوق الفقع بالكويت اليوم 13 رمضان ما شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم. مساكم اليوم 13 رمضان والمدينة الكويت والأجواء مثل ما تشاهدون. هذه منطقة الرقعي بالكويت. الأجواء سحاب وغيم وهذه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرقعي. أجواء جميلة. الساعة 5:23 قبل المغرب، يعني باقي تقريبا ساعة أو أقل من ساعة على أذان المغرب. جمعية السوق المركزي للعاملين بوزارة الدفاع. هذا طريق الدائري الرابع وهذه طريق لامبورغيني. لامبورغيني ولا انا غلطان؟ رمضان، كيفكم مع رمضان؟ وهذه الساعة اللي قبل الفطور، يعني تكون فيها الناس تعبانة ومرهقة ويلا تتكلم. الحمد لله رب العالمين الكريم. السحاب السحاب. إن شاء الله رايح أفطر في منطقة السريبخات عند أحد أقاربي هناك في السريبخات. الأجواء جميلة ولطيفة. الجو اليوم في غبار وعاصف لكن لا بأس فيه. متعودين احنا على الأجواء هذه في منطقة الخليج. وهذا كوبري اللي يطلع فوق دوار العظام ينزل على منطقة الصريبخات. نعم. وفي حين راح نعبر الجامع الجديد هناك، اسمه قريت عنه موضوع او شفت اللقطة بأن الجامع الجديد هذا في مقبرة الصريبخات صار محط أنظار القراء وفيه أجواء روحانية خلال شهر رمضان. الجامع يبان من بعيد، تشوفونه منارات الآن. هذه منارات الجامع فوق الباص. هذاك منارات الجامع. هذا الجامع ضخم وكبير وجديد في مقبرة الصريبخات. حسب ما قريت الموضوع أن القراء يعني متواجدين في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الجامع في صلاة التراويح. وهذا الجامع مثل ما شاهدنا.
التقدير واضح. الصليبخات والدوحة التعاونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 15 رمضان، يوم الجمعة، وطابت جمعتكم، متوجهين إن شاء الله إلى الرياض، أمس الكويت واليوم الرياض، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان. خطبة الجمعة من الحرم المكي، الشيخ سعود شريم. موضوع خطبة اليوم عن الدعاء. فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. فعلى المرء أن لا يستكثر شيئا في الدعاء، فإن كل ما يظنه كثيرا فهو في ملك الله قليل، وكل ما يراه عسيرا فهو في جنب الله يسير. ولقد صدق من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه حين قال: يد الله ملأى لا تقيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. الحديث رواه البخاري. قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتذروا أقيموا العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله الله أكبر. الجو غريب على طريق الرياض اليوم، ما تدري هو غبار ولا هو سحاب، وفي مطر ذات خفيف.
اثر خفيف. جو غريب والله، ما احنا عارفين هو مطر ولا غبار ولا غيم. الساعة الآن 1:56 وصافي صافي ومطر والله. الساعة يكون المطر هذا خفيف. وصلنا الرياض والحمد لله، وهذا أحد كباري مترو الرياض، وهذه محطة مترو أمامنا مباشرة مثل ما تشاهدونها في نهاية الطريق. وهذا كبري الجميل يشبه كبار الكويت، كبار الكويت للسيارات كذا مرتفعة وعالية وبهذا الحجم. أنا في الرياض يا أخوان، ولقيت سيارة مستر بن، مستر بن البريطاني، هذه سيارته موجودة في الرياض. يعني شوفوا أكبر ما فيها اللوحة، والله حاجة جميلة خالص. شوفوا كيف السيارة ينقزون داخلها، كل ما طب ينقزون داخلها، شكلها يعني يابسة. شوفوا حجمها عند الباص كيف جميلة. أنا رايح حي السفارات، شوارع يعني أجمل ما يكون في الرياض اليوم، لأن مثل ما تحضرون الشوارع فاضية، ما حد يصدق إن هذه الرياض. شوارع الرياض الساعة تقريبا 4-5 العصر، واليوم جمعة ورمضان، الناس في بيوتها، عطلة اليوم ورمضان. شيء جميل تمشي في شوارع الرياض بهذه الأريحية. أنا رحت حي السفارات قبل 3 أيام تقريبا، مكان جميل يعني لفت نظري فيه. في أول ما تدخل حي السفارات في دوار، الدوار هذا عليه تقريبا ما أدري والله يمكن 30-40 علم، يعني يمكن كل سفارة في المكان حاطين لها علم في الدوار هذا. هو العلم سعودي لكن أعداد كثيرة من الأعلام، ولا أعلم يعني إيش ليش كثرة الأعلام في الدوار. جاتني مكالمة وانقطع التسجيل، يعني قلت يمكن كثرة الأعلام بسبب يعني يمكن حطيناها بعدد السفارات، يعني بس تحليلي كذا، يعني أنا مش كلام ما هو أكيد يعني، أو استنتاج يعني استنتجت. قلت يمكن عدد الأعلام هذه بعدد السفارات في هذا الحي، والله أعلم. شوف إن شاء الله نقدر نحصل فرصة نصور لكم الدوار والإعلام إذا حصل مجال كويس، لأن المنطقة فيها يعني شرطة وكذا ودوريات، بحكم أن المنطقة سفارات وكذا يعني. والله كريم، وهذه من المناطق الجميلة، المجسمات الجميلة هذه إلى عند حي الخزامة.
عظيم جدا. وهذا هنا اللوحة تقول حي السفارات يمين. هذه الاعلام مثل ما تشوفونها، ولكن مو هذا الدوار اللي انا قصدته. هذا الدوار اللي فيه اعلام، بس المكان يعني حساس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. تقبل الله طاعتكم. اليوم هو السبت الموافق 16 أبريل 2022، 15 رمضان 1443، شاطئ العزية الخبر، الساعة 6:40 صباحا، متوجهين إن شاء الله إلى قطر اليوم. بالأمس كنت بالرياض، وقبل أمس بالكويت، اليوم متوجه إلى قطر. أسعد الله صباحكم. جميلة لطيفة، الجو لطيف اليوم، العزية، البحر والسماء نفس اللون، اليوم سحاب عاكس على البحر ونعطيه نفس اللون. سيارات الشاي والقهوة والذرة والبليلة والحمص كثيرة هنا في العزية. هذا فندق بريرة، توكلنا عليه، شاطئ الهضمون، والجو عاصف اليوم، رياح شديدة وغبار، طريق سلوى، راح يصير غبار وراح يندفن اليوم من الجو، راح يصير صافي ورمل. والله المستعان. الرؤية عدام اليوم، الله المستعان على هذا الغبار. اسمع صوت الرمل في الإزاز كيف، الرؤية أصبحت معدومة.
سلوى إلى قطر، الشارع الجديد هذا صار له كم سنة هم يسوونه ويعدلونه، ما شاء الله طريق جميل، سفلت مرتب. تابعة للسعودية ما شاء الله، طريق جميل. دخلنا إلى جوازات قطر، جمرك قطر الأول، المسار رقم 2. مرحبا بكم في دولة قطر، هذه بوابة الدخول إلى قطر. دخلنا إلى قطر، هذا أول دوار أبو سمرد، دوحة 90 كيلو، وهذه أول محطة بنزين وخدمات أول ما تدخل قطر. أين ممتازة المحطة هذه، هي مسجد وفيها سوبر ماركت وخدمات ودورة مياه وانشغال مغسل السيارات، هذه مناطق قطر. واللي يحب يبي يسأل عن الإجراءات الدخول القطر، فقط يكون 3 جرعات بس، يكون ماخذ 3 جرعات فقط. أي أحد يبي يستفسر ولا شيء، الدخول القطر يكون ماخذ 3 جرعات. هو على كل حال أنا أعتقد يعني السعودية اللي ما هو محصن يعني 3 جرعات ما يخلونه يطلع، اعتقد كذا يعني. والامور تمام، احنا الدنيا رمضان ان شاء الله، ويعني حركة خفيفة والحمد لله رب العالمين. الشاحنات اللي على الطريق تعرف ان قطر يعني فيها مشاريع ضخمة، فيها بطولة كأس العالم السنة هذه 22، وما زال المشاريع فيها تحت الانشاء، يعني شوفوا الشاحنات الاتجاه الآخر متجهة في اتجاه السعودية، وهذه الشاحنات المتجهة في اتجاه الدوحة قطر. تشعر بأن البلد كلها يعني منطقة مشاريع وإنشاءات ومباني، وما شاء الله تبارك الله يعني فيها مشاريع ضخمة وملاعب جميلة جاهزة حق بطولة كأس العالم 22، وأشياء يعني مباني تحف فنية. كيف الشاحنات على المسارين، لا تعمل الساعة الآن تقريبا 10:30 صباحا، رمضان 15 رمضان. احنا الان في بداية دخول فصل الصيف، شهر ابريل، والخليج من المناطق الحارة في فصل الصيف، توصل درجات الحرارة الى 52 و53، والجو اليوم غبار، موسم يسموه موسم السرايات. موسم السرايات هذا يعني يتغير الجو في اليوم، ممكن يكون 4 فصول، يعني غبار شوي مطر شوي الجو جميل حار شوي بارد، تقلبات المناخ. هذا الفصل فصل يسموه فصل السرايات. هذا منظر من المشاريع اللي في قطر تحت الكوبري، هذا يمكن يسوون نفق من تحت او كذا، المشاريع كثيرة ما شاء الله. وهذا ملعب عند فندق سبايرز، منطقة سبايرزون عند الفندق هذا البرج. الجو مثل ما تلاحظون الجو غبار، وهذا مجمع حياة بلازة.
اخذ في جوله. الشارع توهم فاتحينه، كان مسكر. هذا الملعب، هذا الفندق جمع حياه بلازا، جمع جميل يعني المجمعات الجميله في قطر دوحه، ما هو من اكبرها ولكنه مجمع جميل. يعني هو السر اني انا اروح له، لاني يعني دائما كنت ادخل فيه واتسوق منه واخذ اغراض منه واشتري اجهزه والف منه يعني مواقع الاشياء. وكان هذا الكلام يعني لاكثر من 5 أو 6 سنوات، قبل 5 أو 6 سنوات جيت ودخلت فيه، بس انه دخلت هذا المطعم اللي مكتوب عليه ناندوز. في يوم جيت ودخلت وتغديت فيه وطلعت، ما دخلت السوق داخل ولا شفت السوق المركزي من داخل. سوق كبير يعني مثل زي عندنا في السعودية، أسواق المزرعة وبندا وعثيم مول، أجهزة وخضروات ومواد غذائية وكل شيء يعني. وأشوف عامل غسل السيارة، عمال غسيل السيارات موجودين. هذول عندهم خدمة غسيل السيارات يعني نظامية، ومرتبين، عندهم أدوات ما يوسخون ولا يخربون ولا. هذا مجمع حياة بلازا. يعني لاحظت الناس هنا ملتزمين بالماسك، ما زالوا ملتزمين بالماسك. طلبت ماسك الأخت هنا، قلت لها أعطيني ماسك. حصلنا على قناع ماسك، نحل المجوهرات ما شاء الله، شيء جميل. هذا كم سعر الذهب؟ غالي الآن، يمكن 60,000 70,000. هذا محل عود جميل، فلويس. وهذا السوق اللي قلت لكم عليه،
اللي فيها جميع الأشياء، مواد غذائية وأجهزة فواكه خضروات. هذا قسم الأجهزة، التلفزيونات، سعر والله حلوة. قسم الهواتف الذكية، شوف الأسعار عندهم كم. هذه أسعار الآيفون، آيفون 12 أسعارها حلوة والله، 2499 بس 3600، بس اكيد الذاكرة تختلف. هذا 256، هذا 64، وهذا 128. شيء جميل. أجهزة سامسونج، هذا سامسونج نوت 20 وهذا 22، 5500 يلترا 5G. أشياء جميلة، أجهزة فيني. مكان كبير وضخم، كنا بناخذ جولة هنا. يا اي تيك ون، اي سي ذا كاميرا على يوتيوب. يا قد كاميرا يا تري كاميرا مثل جو برو، سعرها 399، موجودة. اللي يبغى يعرف عنها هذا اسمها فوق، يكتب في اليوتيوب هذا الاسم يتعرف عليها. يعني هي نفس الجوبرو، بس الجوبرو هذه ب 2099، جوبرو 9، وهي 399. يعني تنفع في السيارة، يعني واحد هو ماشي بالطريق كذا ويركب لها اي ميموري. ايوه انت ميموري ها؟ How much 500؟ Gracias.
Mira you have? Mira. What Mira? Mira application. Eh, no, no. No, huh? Yeah, it's done already. Okay. $600. It's over limit, sir. Limit? Mm-hmm. Keep inside. Huh? Yeah. Warranty customer service. $512. $5,969. 1 terabyte. 1 terabyte. 6 GB RAM. 512. 1 terabyte. Beto ano? 1 terabyte. 1 terabyte. How much? 5,969. هذا الجهاز عجبني واجد صراحة. سامسونج يولترا 22. ان شاء الله باخذ لي واحد ان شاء الله. سعره 5,559. جهاز جميل. وهذا الضمان يختمون عليها الضمان اللي عندهم. مطعم ناندز مسكر الآن بمناسبة رمضان الهلال والنجوم. شيء جميل. جوهرات الصراحي. وهذا الشغل الثقيل. هذا الثقيل. يمكن أسعارها توصل إلى 100,000. هذا البخور والعود. كم هذا؟ 160. وهذاك؟ 350. وهذا؟ 220. ايه ما شاء الله. بس ما شاء الله والله كله نمبر 1 هذا. كيف؟ كيف ولدي؟ هذا كم هذا؟ ود موتر هذا 150 سر. $5. 5 دولار. 150. ايه. ريها 100 سر. هذا دقة كم قول انت؟ 160 هذا ماليزيا. تولة. تولة هذا. ايه. يمكن انا افكر 150 سم هذا 5 تولة. وهذا؟ 150 بخور. بخور ها؟ ايه ما شاء الله.
أوكي شكراً. إلى مسجد محل حلويات شامية كيف حالك؟ ما شاء الله كل منتجات هاي سورية؟ ما شاء الله أشياء حلوة يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أذان الظهر أذان الظهر بتوقيت الدوحة يلا لازم نرجع من الداخل وهذا الجزيرة للعطور الجزيرة للعطور قطر أنا محلهم أشياء حلوة وجميلة يا الله يا كريم وهذه كانت جولتنا في مجمع حياة بلازا وخرجنا عن الروتين المعتاد اللي هو تصوير الطريق لأن الجو الآن أصبح صيف وما راح يكون على الطرقات أشياء كثيرة وتقريبا الطرقات معظمها صورناها في موسم الشتاء وموسم الربيع وأجواء جميلة والحمد لله وما
زال اللي يغسل السيارة ما الجزازة ما ها نو فنش شوف فيه نو كلين بول ها خلاص this one inside no this outside أبي كلين نيه سر ما في كلين okay يلا كلين too much وهذه الكاميرا اللي اشتريناها سعرها صراحة حلو يعني انا دخلت على اليوتيوب شفت لها مقاطع لقيت ان جودتها ممتازة وتنفع نحطها على القزازة هنا تصور الطلقات وكذا وتخفف علينا من الجوال لان الجوال صراحة بهذلونه مخالفات استخدام الجوال مخالفة 500 ريال والله المستعان ولا حول ولا قوة وذاكرة 256 جيجا ب 200 ريال وال 500 جيجا ب 500 ريال ناخذ الصغيرة وإذا ما تكفي ناخذ واحدة ثانية 256 بس هو مشكلتها يعني الجو برو الاكسسوارات كثيرة لها متعددة متوفرة بالسوق بطارية ممكن يشتري واحد بطارية هذه طبعا ما أعرف عنها شيء ما أعتقد أحصل لها شيء لكن أنا ما عندي يعني بعد أكثر شيء داخل السيارة والله كريم أي ما شاء الله زمان ما شفت كفرات سيارة لنا اختربت كفرات قامت تطلع صوت من الخطوط حنا ونا لا زين زين الحمد لله يلا سي how much 20 20 ريال اوكي 50 ريال change ايوه change no have change give me 30 ريال بليز يلا فات ودي افكها واجربها يعني ابتدي فيها القطر بس اخاف يبي لها شغلات وكذا عشان الحين مع قاعدة ومشكلة انا اصور بيد وماسك بيد يعني وهذا اللزاق ايوه طيب الحين شلون الحين لازم اطفي التصوير لا ما اعتقد اني اقدر الحين استخدمها لان لازم قبل كرتون وكيس وادوات واغراض معها شغلات واجد لازم يبغى لها جلسة الواحد يشوف شلون يسويها وشلون يعدلها وشلون يحطها في الشنطة مالتها لها وقت نسكرها رجعها بس مكانها تلفنا فيه يلا هذا صافنا الكبري ما صورنا والله كبري يعني متعوب عليه جميل في زراعة مثل شوفوا الزراعة كيف هذا مسوين في الكبري كذا يعني رسومات زراعية وهذا الشارع جميل دفنة مدينة خليفة والدفنة يسار هذا ضبط لنا القزاز صار واضح بس اللون شوي يختلف عن الواقع بس ما في شيء يعني ما عندنا لا مناظر طبيعية ولا أشجار ولا خضرة جو غبار عاصف حار
الدوحة الحديثة، هذه أكيد منطقة جديدة الدوحة الحديثة، أول مرة أسمع بالدوحة الحديثة. قريبين احنا الحين من الكورنيش، لكن الجو مثل ما تشوفون يعني تصوير الابراج والمناظر الجميلة راح يكون مثل الضباب عليه وغبار، وكيف الابراج هناك بعيدة كيف اللي تشوف يقول عليها ضباب مثل الضباب. اين انتبهت لاسم المنطقة، الواحد صار يمشي على الخريطة ما يعرف ايش المنطقة اللي هو فيها، يعني بس اسم الشارع ورقم المنزل ويتوكل على الله. سفارة المبنى، علم شوف كان علم أرجنتين أو سبعة وأربعين، أربعة وخمسين، ستة وخمسين. المنطقة اسمها الجبيلات، الخريطة هنا الجبيلات الدوحة قطر، منطقة الجبيلات قريبة من البحر. شارع أبو الدرداء، أين منزل رقم 2؟ منزل رقم 7، مجمع كرباري خطير، كرباري فوق بعض، نفق وكبري فوق كبري، شيء جميل جدا. تطورات في كباري دول الخليج، الكويت وقطر عندهم الكباري هذه اللي فوق بعض، هنا فوق كبري، هنا كبري، فوقنا كبري وتحتنا كبري، ما شاء الله تبارك الله، شيء عظيم، إنجازات عظيمة، ما شاء الله تبارك الله. وطالع إن شاء الله راجع للسعودية، طالع من قطر السعودية إن شاء الله للبحرين، وراح يصير الفلوق دول الخليج، ناقص بس عمان والامارات، والله كريم ان شاء الله. الروق راح يكون في الكويت، الرياض، قطر، البحرين، والله كريم. هذه بوابة الخروج من منفذ سلوى، ودخلنا السعودية والحمد لله، وإلى البحرين ان شاء الله. مر الخبر نريح وبعدين نروح البحرين، أما الليلة ولا بكرة الصباح، والله كريم. هذه منطقة سلوى، الساعة الآن 4:05، هذا المفرق اللي يودينا الدمام والخبر يمين، والهفوف الرياض مكة سيدا، أنا بروح الهفوف، عندي شغلة في الهفوف إن شاء الله. تقريبا 36 كيلو من النقطة هذه، وبخلصها إن شاء الله وارجع على الخبر بإذن الله تعالى، والله كريم إن شاء الله.
صار طريقنا قطر الحسا الخبر البحرين ان شاء الله، وهذا مدخل الحسا الحفوف اهل الحسا اهل التمر الخلاص، دخلتهم فيها تحويله، وهذا الطريق اسمه طريق الحسا سلوى، لان هذا الطريق تطلع من الحسا على طول يوديك لطريق سلوى غير طريق الحسا للدمام، بالسرعة في 110. كنت مرة طالع من الهفوف رايح لقطر مع الطريق هذا، وصورتني الكاميرا ساهر، أعطوني مخالفة السرعة 110 فيه. استغربت أنا ليش، لأن الطريق سريع المفروض 120 يعني السرعة، أنا بعد ما وصلت 120. يوم طالعت ولا مكتوب 110، الحين أنا أمشي سرعة 100 من المخالفة اللي أخذتها، كنت ما تعدى 100 الحين على هذا الطريق. السرعة 100 السرعة، هذا شو السرعة 100، أنا كنت أمشي 110 تذكرت الحين. يفكر الطريق 120 وهذه الهفوف ومزارع الهفوف، أول ما يطل علينا مزارع الهفوف، الهفوف ما شاء الله مكان ما تجيها من الدمام من القطار من الرياض، أول ما يقابلك مزارعها إلى آخر الدنيا هناك المزارع إلى مزارع، الله يجعلها مزارع مبروكة وثمرها مبروك. وهذا وسط الحفوف، مقاهي وهذه من سيارات هافال الصينية الجديدة، يمدحونها السيارة هذه يعني من الفئة الصغيرة، ما هي من الفئة الكبيرة، بس يمدحونها سيارات هافال هذه لها مستقبل في السعودية، في منها جيب الكبير ويشابه الرينج روفر تقريبا، ما ادري والله، لان السيارات الصينية صارت واجد وتشابه يعني، فصرت ما اميز بينها يعني، لانها كلها سيارات حديث، وتعتبر الاحساء او الهفوف هي اقرب مدينة سعودية لقطر. طبعا في منطقة سلوى، منطقة سلوى هي منطقة يعني ما تعتبر مدينة، هي منفذ فقط يعني، واللي فيها موظفين المنافذ وكذا وبعض العمالة، يعني ما فيها كثير من السكان، لكن الأحساء بلد قديم وبلد تاريخي وبلد مدينة متكاملة ومدينة مزدحمة، مدينة زراعية وتاريخ
علاقة قوية بين الحسا وقطر، والمسافة بين قطر وبين الحسا 150 كيلو تقريبا فقط. يعني قرب المسافة يعني جعل من الحسا وقطر علاقة قوية، دائما هالقطر يجون الحسا وهالحسا دائما يروحون قطر. المسافة 150 كيلو فقط، هذا الشارع كله سيارات فود تراك على الطريق، بس احنا رمضان الحين ما في شيء يشتغل، حتى لو مو رمضان ما افتكر الحين يشتغل منها شيء، لان الان الجو حار يشتغلون بالليل. هذه مزرعة، مزرعة مزارع، كل الحسا مزارع ما شاء الله. هذا العامر مول، مول جميل كذا، هذا من الخلف. وهذا من الأمام، عندهم سيارة قدام المول، سيارة جائزة اللي يشتري يمكن يعطونه كوبون عشان يصير سحب. الخبر الجنوبية، الطريق الرئيسي، وهذا الطريق اليسار طريق السكة الحديد القطار. يا ما سافرت مع هذا الطريق، قطارات الركاب وقطارات البضائع. هذا الطريق اللي انتم تشوفونه، هذا طريق القطار، ويمكن نقابل القطار في طريقنا الان، لان طريق القطار من الدمام بقيق الهفوف الرياضة، هذا في الوقت اللي أنا كنت أشتغل فيه. وهذا أحد التقاطعات السكة الحديد مثل ما تشاهدون هنا، يعني فيها أخطر مكان في طريق السكة الحديد في الأحساء، يعني لأن فيها تقاطعات كثيرة يعني والطرق مزدحمة. في الوقت اللي كنت اشتغل فيه كان بس الدمام بقيق الهفوف الرياض. هذه مناطق السكة الحديد على مدار يمكن 50 سنة فائتة، او من عهد الملك عبد العزيز، والان اصبحت في مشاريع توسعية للقطار والسكة الحديد في مناطق كثيرة من المملكة، في المدينة وفي القصيم وفي مناطق كثيرة يعني اشوف فيها قطار. لكن الوقت اللي أنا اشتغلت فيه السكة الحديد ما كان فيه إلا الأربع مناطق اللي ذكرتها، دمام بقيق الأحساء الرياض فقط. هذا طريق القطار اللي خلف الشبك تشوفونه، وهذه جبال الهفوف أو جبال الأحساء،
جبل الغارة المشهور بالأحساء تقريبا يعني من ضمن الجبال هذه، لكني ما أعرف وين مكانها بالضبط. يعني هذا جبال صخرية أثرية لها سنين، يمكن آلاف السنين. هذه المنطقة من حجر الهواجر، هذه البيوت الهواجر، يعني ما خاب ظني أنا أعلم أن طريق مناطقهم هنا على طريق الحسا. هجر يعني إيش هجر؟ اللي ما يعرف إيش الهجر، يعني الهجر قبائل السعودية بعضهم هاجر يعني من منطقته الأصلية، واستوطنوا منطقة جديدة. يعني المنطقة هذه ما تكون مأهولة سابقا ولا فيها أحد، فتسمى هجر، فيستوطنون فيها وتصير منطقة تابعة لهم. يعني مش تابعة لهم، أنا لا أعلم يعني في موضوع التملك هل يملكونها أو ما يملكونها ما أعلم، لكن تصير يعني سابقا أو السنين القديمة يعني كانت الناس تستوطن الأراضي بدون ما تملكها. يعني ناس تهاجر وناس بدوا رحل، فيرتحلون من مكان إلى مكان ويستوطنون فيه ويجلسون فيه. يعني كانت كذا يعني الدنيا، لكن العهد الحديث هذا الآن اختلف طبعا. الناس صارت كثير والأنظمة تطورت وأصبح يعني الناس بخير ونعمة، فأصبح كل شيء منظم. يعني أما يكون يمتلك الأرض ولا ما يجلس فيها. يعني على كل حال هذه أعتقد أنها من هجر بني هاجر الهواجر أو الهاجري، قبيلة الهاجري، ونعم القبيلة لهم مناطق هنا ما بين الحسا والدمام على هذا الطريق. مدينة بقيق بين الحسا والدمام، هنا مدخل مدينة بقيق. ومدينة بقيق مدينة صغيرة صورنا ساهر، لا إله إلا الله تحت كبري، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. على كل حال هذه مدينة بقيق، مدينة بقيق هي مدينة يعني أحيتها شركة أرامكو في بداية شركة أرامكو. في هذا الموقع شركة أرامكو كان لها عمل كبير، فصارت منطقة بقيق بأحيائها السكنية وبشركة أرامكو وموظفين شركة أرامكو، والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينة بقيق ومدينة بقيق مدينة صغيرة صورنا ساهر، لا إله إلا الله تحت كبري، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. على كل حال هذه مدينة بقيق، اي والله. تعرفون طبعا واحد لما صور ساهر يضيق خلقه، ضيقوا خلقنا، الله المستعان.
كل حال. أذان المغرب من البحرين. البحرين الخبر نفس التوقيت تقريبا. وصلنا الخبر والحمد لله. وصلت الحمد لله البيت متأخر تقريبا 15 دقيقة على الفطور. فطورنا اليوم الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الأكلة احنا نسميها ركش. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خبز خبز لحم ومرق. يا جدي كيف حالك؟ طيب يا شكرا. تقول شكرا ها؟ ايه تقول شكرا. ايه العفو العفو. رمضان كريم. سمبوسة محشية لحم وبيض. أذن المغرب اليوم 17 رمضان قبل لا نروح البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يخرج الذين باتوا فيكم. وهذا الجليش بسم الله. كيف تركتم عيدا. وهذا احنا نسميه ايش ومرق. يعني لحم سويه في المرق. وهذا خبز بر عجين بر ومرق. امس واليوم نفس الفطور الحمد لله رب العالمين. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. ومن جامع الملك فهد بالخبر ننطلق إلى البحرين إن شاء الله. متوجهين إلى البحرين بعد الفطور مباشرة. الساعة الآن 7:07 والتاريخ اليوم 17 رمضان. وسبحان الله رقم 7 اليوم معانا في الساعة وفي التاريخ. هذا جامع الملك فهد فيسكا في إسكان الخبر. هذه حديقة إسكان الخبر. حديقة جميلة حديقة كبيرة. وهذا جامع الملك فهد. توكل على الله يوم البحرين. سير تكملة لرحلتنا الكويت الرياض قطر البحرين. أين جامع الملك فهد مقابل الجامع هذا المبنى اكرام الموتى الى اللي متوفون يغسلونهم في هذا المبنى تاع
تابع البلدية الخبر إكرام الموتى. نعم يطلعونهم من البوابة هذا في اللوحة مكتوب هنا مركز إكرام الموتى. مركز إكرام الموتى بمحافظة الخبر. وهذا المبنى بأحدث تقنية. وعلى طول للجامع للصلاة. جامع الملك فهد. توكلنا عليك يا الله. رايحين اليوم المحرك. رايحين الى المحرك. المحرك المدينة القديمة في البحرين. بالتحديد البسيتين. منطقة البسيتين وهذا حديقة اسكان الخبر واللي تمتد على مسافة تقريبا 3 كيلو او 2 كيلو. وهذا القمر اليوم 17 ليلة 18 هو طالع القمر على كورنيش الخبر الجنوبية بالتحديد هذه الجزيرة اللي في وسط البحر في كورنيش الخبر الجنوبي. منظر القمر جميل ما شاء الله. جسر شكله يعني ليلة 18 اليوم المفروض يصير أصغر من كذا يعني. وأتوقع أن شهر رمضان راح يكون كامل يعني. الله أعلم. وهذه الجزيرة أمامنا مباشرة. هذه منطقة الجمارك المقادرة إلى مملكة البحرين. والقمر ما شاء الله فوق الجمارك. وهذا جامع الجمارك. وهذه الجوازات.
بوابة الخروج من السعودية إلى البحرين. هذه جوازات البحرين أمامنا. والقمر اليوم رفيقنا. اليوم القمر رفيقنا في الرحلة، مرافقنا، يطل علينا وكأنه يراقبنا. هذه كباين، وهذا جامع الجمارك. صلاة العشاء. وهذا منظر البحر تحت القمر، أو منظر البحر على ضوء القمر، جسر البحرين. وهذا البحرين، مدخل البحرين. هذا سيتي سنتر، سيتي سنتر كارفور. وهذا أنا أبو صالح، لقيت الكاميرا تحولت علي وقلت خلنا أخذ نفسي لقطة. نعم، هذه مستشفى الملك حمد الجامعي في منطقة البسيتين. مستشفى الملك حمد الجامعي.
صورة الملك حمد، وهنا بعد صورة الملك حمد. مستشفى الملك حمد، راجعين الآن للسعودية. خلصنا من البحرين، لبسيتين، بس كان عندي شغلة بلبسيتين وخلصت منها، وعائدون إن شاء الله إلى السعودية. جسر الملك فهد مثل ما يقول اللوحة، جسر الملك فهد، منطقة المنامة. وهذا وندام جران، فندق وندام جران. المنطقة هنا جميلة، يعني أنا جيت هنا في النهار صورت يمكن مرتين، بس بالليل أول مرة أجي هذه المنطقة بالليل كذا. مناظر جميلة، شارع جميل، فور سيزون. مباشرة، والقمر ما زال معانا. الفندق هذا منظره، الإضاءة الموجودة المحيطية هذه جميل جدا. وهذا فور سيزر، جميل، كله حدائق وشلالات ونوافير.
بس الحين ما في أصوات طيور، نوم نايمين. هذه حديقة الفندق، شيء خيال. المطعم شايلين الصحون ورايحين، والطريق نزول. البحيرة مكان ولا أروع. هذه البحيرة تام، وهنا تنتهي رحلتنا من الكويت إلى الرياض إلى قطر إلى البحرين. في خليج البحرين تنتهي رحلتنا.
من أمام فندق فور سيزر. نختم الرحلة اليوم 17 رمضان ليلة 18 رمضان. وهذا فندق فور سيزر البحرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء آخر إن شاء الله. إن في شهر كريم والأجواء التصوير والسفر متعب. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عادل الرياضي. الساعة 8:52 دقيقة.